معذرة يعني هذا يعني كل شيء يخص ذات الله وصفاته شيء فوق عقولنا وراء عقولنا ولا نجهد أنفسنا فيه. لكن في الحديث بتاع عكاشة في رواية أخرى تقول إن 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بدون حساب. 70,000 على العدد أم على التكثير؟ على العدد. على العدد؟ على العدد. 70,000 في نوع. قال أعرابي جالس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألم تستجد ربك يا رسول الله؟ أعرابي سبحان الله في قلبي حنان وعطف ورقة. قال: نعم لقد استزدت. قال: ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قال الأعرابي: ألم تس؟ فقام عمر فوضع يده على فم الأعرابي: خلاص كنت أعرابي، قعدت قدام رسول الله وقعدت في مزاد مزاد. فنزع الأعرابي يده وقال: اسكت يا ابن الخطاب، أتعطينا من بيتك أو من بيت أبيك؟ يا سلام، يا رسول الله ألم تستزد ربك؟ شوف مجلس رسول الله في كل هذا الصورة صح. ألم تستزد ربك؟ ضحك الرسول وقال: لقد استزدت. قال: ماذا أعطاك؟ قال: أعطاني 3 حثيات بيديه ولا يعرف عطية الكريم إلا الكريم سبحانه. 3 حثيات. فقبض الله عز وجل، يعني حتى في رواية مسلم قال: فيقبض الله فيخرج الله عز وجل قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. الله هو الله هو الغالب على أمره. وأين العدل؟ لا في عدل، كله هو ما عملوش خير لكن يبدو لم يعملوا شرا. عليهم نقائص، والنقائص بينهم وبين الله ما ضروا فيها أحد، ما آذوا أحدا. ده فيه ناس تصلي وتصوم والنوافل والعمرة كل سنة والحج وسبحان الله، ولكن في قلبه من الحقد ومن الغل ومن الضغائن للمسلمين ما يضيع كل هذا. الصحابي يا مؤمن مش قال له إيه الإسلام؟ قال له الشهادتين. قال له نطقنا بالشهادتين. في إيه؟ قال له 5 صلاة في اليوم والليل. هل علي غيرها؟ قال له: إلا أن تزيد. قال: والله لن أزيد. في إيه كمان؟ قال له: صيام شهر في السنة. في غيره؟ قال له: إلا أن تطوع. قال له: والله لن أزيد. في إيه كمان؟ قال له: الزكاة إلى آخر. قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ليه؟ هو عمل إيه ده؟ ده عمل الشيء اللي يدوب نقول أنه مسلم، لكن ليست عليه تبعات. إلا التبعات، إلا التبعات التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. واحد بنى بناء كبيرة وبعدين بدأ يهدمها، عمل أعمال كبيرة وضيعها. طيب إذا كان الأمر هكذا